نشوفها بكره وبعد 24 ساعه نبقى نشوف النتيجه. ما تنساش تعمل متابعه وتشترك في القناه، تعمل متابعه عشان تشوف النتيجه معايا بكره. نشوفكم في تجارب جديده. اخواتي، وبعد مرور يوم ونص، مش يوم واحد لان ما كنتش فاضي، تعالوا نشوف النتيجه. الكل بقى شكلها هي عامله شبه الخروب. بيضة زي ما هي. يلا نشوفكم في تجارب جديدة. سلام.